أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم. مدد يا رب مدد بلا حصر ولا عدد من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بمددك، اللهم أمدنا بمدد الأمداد، اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، اللهم أمدنا بما أمددت به رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تقطع عنا مددك ولا تقطع عنا رفدك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أسعد خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأحب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأفرح خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأعلم خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض حولك وقوتك وجودك وكرمك وتفضلك علينا يا أرحم الراحمين، آمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين. وذكر الإمام الغزالي المرة السابقة أن صلاح أعمال القلوب فرض عين كصلاح كفروض العبادات الظاهرة على البدن، مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج. وتكلم عن العلم وقال إن العلم العمل والعلم هما الطريق إلى الله تعالى، وأن العلم مقدم على العمل، وذكر أسباب تقديم العلم على العمل، لأنه العمل لا يقبل إلا بالعلم وما إلى ذلك. قال ووضع القاعدة التي ذكرها الإمام النووي، أنه كل ما تعين على المكلف فعله تعين على المكلف علمه، وهكذا. وقلنا بهذه القاعدة أن العلم يأخذ حكم العمل، ففرض الكفاية يبقى علمه فرض كفاية، والنافلة يبقى علم فرض، يبقى علمها نافلة. قال فإن قلت فهل يفترض علي أن أتعلم من علم التوحيد ما أنقض به جميع ملل الكفر وألزمهم حجة الإسلام، وأنقض به جميع البدع وألزمهم حجة السنة؟ فاعلم أن هذا فرض على الكفاية، وإنما يتعين عليك ما تصحح به اعتقادك في أصول الدين لا غير، اللي هي العقيدة الإجمالية، فقد سقط الفرض عمن سواه. لا ليس الورق خفيفة بيتقلب ورقتين مع بعض. وكذلك لا يتعين عليك معرفة فروع علم التوحيد ودقائقه والإتيان على جميع مسائله. الله. نعم، إن وردت عليك شبهة في أصول الدين تخاف أن تقدح في اعتقادك، فيتعين عليك حل تلك الشبهة بما أمكن من الكلام المقنع، وإياك والممارات والمجادلة، فإنها داء محض لا دواء له، فاحترز منه جهدك، فإن من ارتداه لم يفلح إلا أن يتغمده الله تعالى برحمته ولطفه. الله الله، ما شاء الله ما شاء الله. طيب، أحل المسألة دي الأول. قال فإن قلت هل يفترض علي أن أتعلم من علم التوحيد ما أنقض به جميع ملل الكفر وألزمهم حجة الإسلام، وأنقض به جميع البدع وألزمهم حجة السنة؟ طبعا لا، ما يجوش. يعني هل زي كما اشترط بعض المتشددين معرفة جميع الطواغيت حتى تكفر بها؟ لا، آمنت بالله وكفرت بالطاغوت بس كده إجمالا، مش محتاج إن أنا أقول الطاغوت منا والطاغوت كذا والطاغوت كذا والطاغوت التعبان الفلاني والطاغوت القرد الفلاني. لا، اللي بتعبد من دون الله لا يجب علي أن أنا أعرف 3000 ملة الموجودة في الهند عشان أكفر بها، إن أنا كفرت بما دون الله بس كافية كده.
ها، وأيضا في نقد البدع أن إيه أتبع السنة إجمالا، ها، وما عرفته على سبيل، يبقى هنا إيه إن أنا أنقد البدعة، صفحة 116، إنما أنقد البدعة، إنما أنقد، إنما إيه كل ما هو شرك أنا بريء منه، ها، وإني بريء مما تشركون، وكل ما هو بدعة أنا بريء منها، وعلى سبيل التفصيل اللي أنا أعلمه ماشي جائز إن أنا إيه أنكره على سبيل التفصيل. فاعلم أن هذا فرض على الكفاية اللي هو إيه يقوم به العلماء المتخصصين في هذا العلم، علم التوحيد، وإنما يتعين عليك ما تصحح به اعتقادك في أصول الدين لا غير، الأصول، أصول الأصول بس. وقلنا القاعدة العامة أنك تعبد الله على مراد الله تعالى وعلى مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنزه الله عن كل نقص، ها، وتصفه بجميع صفات الجلال والكمال والجمال، وتنفي عنه أي نقيصة سبحانه وتعالى. وكذلك لا يتعين عليك معرفة فروع علم التوحيد، يبقى في أصول علم التوحيد دي بس اللي تعرفها ومش كلها حتى، والعام أيضا يستغني عن ذلك القواعد المنطقية وما إلى ذلك، لا يستغني، أي يعني كده يكفي بالدليل الإجمالي كما قلنا، خلاص. وكذلك لا يتعين عليك معرفة فروع علم التوحيد ودقائقه اللي هي فروع الفروع والإتيان على جميع مسائله، لا يجب عليك ده خالص، إنما ده فرض كفاية على المتخصص في ذلك العلم. نعم، لكن في مسألة يجب إن احنا نرجع فيها، نعم، أي استدراكا على ما سبق من وجوب إيه العلم بجميع الفروع وجميع المسائل. نعم، إن وردت عليك شبهة في أصول الدين تخاف أن تقدح في اعتقادك، فيتعين عليك حل تلك الشبهة بما أمكن من الكلام المقنع، خلاص، تذهب لعالم يذيل تلك الشبهة كما ورد في مواضع أخرى، أنك أنت إيه تذهب إلى عالم يزيل تلك الشبهة الاعتراض. وإياك والمماراة والمجادلة، أي ابتعد عن المماراة والمجادلة، فإنها داء محض لا دواء له، إنها إيه المماراة والمجادلة بمعنى إيه، لأن في منه القبيح ومنه الصحيح، فالمجادلة ها الصحيحة مطلوبة، لكن المجادلة مجرد مماراة كده، ها، والمجادلة في العلم هذا غير مرغوب فيه. ويقول الله تعالى جادلهم بالتي هي أحسن، يبقى إيه المجادلة للوصول للحق، ماشي نتجادل في الوصول للحق، لكن نتجادل من أجل المجادلة والانتصار للنفس، لا، ده حرام، فإنها داء محض لا دواء له، ملهاش دواء، لأنها تتسلسل، وكل ما أنت تلاقي نفسك انتصرت بنفسك تزداد زهوا وفرحا وعجبا وإيه وكبرا، يبقى إيه يبتدي يسيطر عليك إلى أن يظلم عليك الأمر، فإنها داء محض لا دواء له، ملوش دواء إلا أن تقطع الطريق في المجادلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وهو محق، اللي يترك الجدال وهو محق ده له بيت في وسط الجنة وأعلاه، ها، أنا زعيم أي إيه كتاب الضمان، ضامن، ها، ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وهو محق كمان، خلاص. لكن لو كان بين أهل العلم ويتجادلون لتعليم بعضهم بعضا وليرتقوا في القرب إلى الله تعالى فده مراقب فيه، ليس منهيا عنه. فاحترز منه جهدك أنك أنت تبعد عن الجداء والمماراة والمجادلة، فإن أو عن المجادلة بالذات، فإن لأن خلي بالك إن المماراة فيها رياء مراءة للناس، والمجادلة خصوص الوصول للإيه لانتصار النفس أو للحق. فاحترز منه أي المجادلة، فإنها داء محض لا دواء له، فإنها أي مجادلة، يبقى رجع الضمير للمجادلة. المماراة طبعا إيه الإنسان بيتبرأ منها لأنها فيها إيه بيماري الناس، يعني من أجل الناس يفعل، من أجل الناس، فتلاقيه ينتقل من الفعل من أجل الناس ويدخل في أيضا الانتصار للنفس والمجادلة المذمومة دخلة، فيبتدي إيه يتخلص من المماراة إنه يفعل شيء من أجل الناس، لكن يستمر للنصرة للنفس، الانتصار للنفس وإيه وإظهار الحق، ها، فإنها داء محض للمجادلة.
لا دواء له، فاحترز منه، أي من الداء ده اللي هو المجادلة، جهدك، أي جاهد في الاحتراز منه، فإنه من ارتداه أي تلبس به لم يفلح، يفضل يتسلسل معه إلى أن يغلق عليه فيظلم، يطمس عين البصيرة. فإن من ارتداه أي تلبس به بالمجادلة دي لم يفلح إلا أن يتغمده الله برحمته ولطفه، إن ربنا هو ينجيه. ثم أعلم أنه إذا كان في كل قطر داع من دعاة أهل السنة يحل الشبهة ويرد على أهل البدع ويستقل بهذا العلم ويصفي قلوب أهل الحق عن وسواس المبتدعة فقد سقط الفرض عمن سواه. واحد بس كذلك لا يلزمك من معرفة دقائق علم السر وجميع شرح عجائب القلب إلا ما يفسد عليك عبادتك، فيجب عليك معرفته لتجتنبه. طيب يبقى الأول نخلص مسألة التوحيد، يبقى في علم التوحيد تعرف رؤوس المسائل فقط أو العقيدة العامة التي لا تختص بدراسة حاجة معينة، بل في العقائد نفسهم عملوا إيه؟ إنهم جم اختصروا العقائد في 40 صفة لصفات الله تعالى، باعتبار أن كل صفة بتدل، زي ما كنا بنشرح، والحمد لله يأتي في الفكرة أشياء جميلة. يعني مثلا لما أنت بتتكلم عن الأسماء 13 الأصول في التصوف اللي هو ده اللي هنشرحه، فتلاقي صفة الودود دخل فيها الرحيم والرحمن والمنان والرؤوف واللطيف، في صفة الودود دي، ودي من أسماء 13 بل من الفروع، دخل فيها بتاع 20 30 40 صفة من أسماء الله تعالى. خلاص، فيكتفي بالايه زي العقائد، لا يشترط أن يعرف الصفات السبعة حتى، المهم يعرف العقيدة الإجمالية ايه، تنزيه الله عن كل نقص ووصفه بكل كمال وجلال وجمال، بس خلاص يكتفي كده بالرأس ده. خلاص طيب، وقلنا ايه لو كان هذا يقول انه ايه المعالج ده اللي هو بيعالج في التوحيد، اساتذه التوحيد زي مثلا الدكتور، لو واحد منهم بس كان موجود كان كفايه، يكفي الامه كلها رضي الله عنه وارضاه، الدكتور جمال فاروق الدقاق، الدكتور حسن شافعي عليه رحمه الله ورضوانه، كان غني تغتني به الامه، الدكتور مصطفى عمران، واحد من دول لو موجود في الامه كلها، هو الشيخ يكون في كل بلد، دول بقى دول لو موجودين واحد منهم في الامه، لانه دول ايه مجددي هذه العلوم في العصر الحديث، في كل واحد في زمن، دكتور حسن شافعي مازال الان تساله اي مساله في التوحيد يحلها لك رضي الله عنه وارضاه، وفاهم علم التوحيد طول حياته بيدرس العلم ده، فده يكفي الامه، غير ان الشيخ يتكلم عن انه يوجد في كل قطر واحد، لو كان في كل قطر واحد وده معنى فرض الكفايه. ثم اعلم انه اذا كان في كل قطر اي بلد داع من دعاة أهل السنة أي في علم التوحيد يحل الشبه، الشبه اللي تعترض على علم التوحيد يحلها، ويرد على أهل البدع، من خلي بالك البدع تطلق أصلا على المعنى العقائدي، الشيعة مبتدعة، الخوارج مبتدعة، القدرية مبتدعة، الجهمية مبتدعة، وهكذا دول أهل البدع، فالبدع أصلها في العقائد، اللي هو يوصف من هو مبتدع بتلك البدعة أو قامت به تلك البدعة بأنه ليس من أهل السنة والجماعة، بل من أهل البدعة وليس من أهل إيه السنة والجماعة. ثم أعلم أنه إذا كان في كل قطر داع من دعاة أهل السنة يحل الشبهة، أي يزيل الشبه ويكشف عنها ويكشفها، ويرد على أهل البدع ويستقل بهذا العلم، أنه عنده إيه اجتهاد في هذا العلم، ملم به، ها؟ لا يستقل أي يتحمل وينفرد، بمعنى الاستقلال أي وصول الاجتهاد في هذا العلم يعني، ويصفي قلوب أهل الحق من وساوس المبتدعة، يزيل شبه المبتدعة، فقد سقط الفرض عمن سواه. يشتغل إيه؟ المشتغل ده مبتدئ، لكن ده بيستقل، ده منتهي مجتهد في العلم ده، فالمقصود بيه إيه؟ المستقل، اللي هو المجتهد المستقل في علم التوحيد يعني.
كذلك لا يلزمك من معرفة دقائق علم، إذا انتهى علم التوحيد كده ينزل بقى العلم دقائق القلب. كذلك لا يلزمك من معرفة دقائق علم السر اللي هي القلب أو درجة الإحسان أو القرب أو الورع أو التقوى أو ما إلى ذلك، وجميع شرح عجائب القلب إلا ما يفسد عليك عبادتك. خلاص، فيجب عليك معرفته لتجتنبه. وما يلزمك فعله كالإخلاص والحمد والشكر والتوكل ونحو ذلك، فيلزمك معرفته لتؤديه، وأما ما سواه فلا. طيب، ده بالنسبة لعلم إيه؟ السلوك والتربية والتصوف. كذلك لا يلزمك من معرفة دقائق علم السر، لأن في باطن وفي عمق ثاني للباطن، باطن الباطن وعمق ثالث ورابع وخامس لا يطلع عليه إلا الأكابر، ماشي، لا يعلمه إلا الأكابر. زي أديك مثال في الحس، قد يكون الإنسان مصاب بمرض نفسي. المرض النفسي ده في العمق الأول هو عايز يروح يذهب إلى العمل بتاعه، فهو عايزه في ظاهره أهو ده عمق سطح القلب، عايز يروح الشغل بتاعه، مثال حسي. يجي يقوم عشان يروح الشغل تلاقيه أصيب بنوع من الشلل. يبقى العمق الثاني يكشف على الأطباء مفيش حاجة، طب بتوع الجن مفيش حاجة، سحر مفيش. قال لك ده بقى ده حاجة نفسية. العمق الثاني إن نفسه في العمق الثاني مش عايز إن هو يذهب للعمل، ليه؟ مكسلة، فتظهر هذا بصورة كسل أو نوع من الشلل، قد يصل نوع من الشلل. يجي راح الشغل يصب بنوع من الشلل، يجي يقعد في البيت الشلل يروح، في حالات كده إن كانت نادرة. يبقى ده أثر من شيء في النفسية في العمق الثاني، مش ظاهر على سطح القلب وإنما في باطن القلب، وفي باطن القلب، وهكذا غيبيات كثيرة إلى ما لا نهاية في هذا الأمر، وتنكشف للأولياء والصالحين والواصلين وما إلى ذلك. يبقى مش عارف ويعرف إلا على ظاهر القلب بس واللب، صباح الأمر. وكذلك لا يلزمك من معرفة دقائق علم السر وجميع شرح عجائب القلب إلا ما يفسد عليك عبادتك. اللي تجد عندك تحس إن في خلل كده، يبقى تشوف تكشف. فيجب عليك معرفته لتجتنبه من مفسدات القلب أو أدواء القلب، الأمراض بتاع القلب. وما يلزمك فعله، أي يجب عليك أن تلتزم تعرف ما يلزمك فعله كالإخلاص، أن تعرف الإخلاص توجه النية لله، بس النية، الإخلاص هو النية كما يقول ببساطة الشيخ الدكتور الشيخ المواردي، أبو الحسن المواردي، الشيخ المواردي يقول الإخلاص هو النية، كما نقل ذلك عنه الخطيب الشربيني في شرحه في الإقناع، ماشي. تعرف أن الإخلاص هي توجه النية لله تعالى وتستحضرها وما إلى ذلك، والحمد والشكر والتوكل والعلاقة بينهم، وإنك كيف تترقى في المنازل دي لا يجب عليك، لكن أنك تكون ليس عندك ضد ذلك، تنفي عن تلك الأضداد وتكتسب تلك الصفات الحميدة، فيكون عندك إخلاص عشان تطرد الرياء، ويكون عندك حمد حتى تطرد وحمد وشكر حتى تطرد السخط وعدم الرضا والجزع ولا ترضى بالأقدار، والتوكل حتى تطرد انشغال النفس بتطلعها بما قسم لك ونحو ذلك. فيلزمك معرفته لتؤديه، ان تبقى مخلص وعندك حمد لله على نعمه وشكر على حمد مطلقا على جميع ما أبلى وابتلى، والشكر على النعم والتوكل وعدم الاهتمام بالأمور، وتلقي نفسك على بساط التوحيد ونحو ذلك. فيلزمك معرفته لتؤديه، وأما ما سواه فلا. ما زاد بقى عن ذلك لا، لكن الشيخ في الإحياء قال إن معرفة، وده رأي قوي جدا أنا أرجحه وأوافق الإحياء على هذا، وإن كان الإمام النووي لم يرجح ذلك، إن قال يجب عليك أن تبحث في نفسك في الأدواء والأمراض القلبية،
خلاص، لأن الأمراض القلبية دي عاملة زي الجسم بالظبط. أنت أول مرة يجي لك وجع في أسنانك، السوسة ابتدت تاكل في السنة، بعد شوية الوجع يخف يخف يخف، وبعدين ينتهي الوجع، لكن السوسة ما زالت بتاكل لغاية لما توصل للعصب، فيرجع لك الوجع إيه بقى أشد. بس إيه، كان موجود الوجع والألم والمرض موجود، لكن أنت ما كنتش تدري بيه. فهكذا إن القلب قد يصاب أو يكون مصابا ببعض الأمراض والأدواء القلبية والإنسان لا يعلم، عجب، كبر، ولو الحد الأدنى، لأن الحد الأدنى من العجب والكبر يجب نفيه تماما، يجب نفيه تماما. الكبرياء ردائي والعظمة رداء والعظمة إزاري، من نزعني أحدهما ألقيته في النار ولا أبالي. ها، لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. ده عظيم، الحبة منه تضيع الإنسان، ها، الذرة. فده يجب أن يهتم الإنسان أن هو يقرأ، وإن شاء الله نرجع نقرأ في الإحياء وشرح إن شاء الله في الأدواء القلوب، لأن دي مهمة جدا. تلاقي أكيد استفدنا في القراءة السابقة في معالجة القلب، فإيه أنه بيكشف لك الداء ويقول لك وصف الداء إيه، وبعدين يقول لك على ميزان معين في الإحياء تكتشف الداء عندك ولا لأ، وبعد كده يقول لك لو وجدت كيفية المعالجات المتبادلة، أنواع العلاج المختلفة لإيه ذلك الداء. فقد يكون الإنسان مصاب بداء ولا يدري ليه، لأنه قلبه قشر بالداء، حتى لدرجة أن من يصل عنده العجب إلى قمته لا يرى إلى نفس إلا نفسه في الكون، فهو أكمل الناس وأفضل الناس، ها، وقد يصل بحال من الكفر والعياذ بالله تعالى. أما مثلا العقبة يفضل يعجب بنفسه يعجب بنفسه يعجب بنفسه، ولذلك الأول بيرى الناس بس بيراهم صغار، وبعد كده يبتدي الناس تنكمش فلا يراهم خالص، ويظلم على قلبه ويغلق بالعجب، فينتهي إلى إيه والعياذ بالله، إلى الهلاك والعياذ بالله تعالى، أنه لا يرى إلا نفسه، ويرى أنه أكمل الناس وأفضل الناس وأحسن الناس، وأنه إيه هو اللي وحده. بس يبتدي ينعكس آثار داء العجب على القلب، عدم الرضا بأقدار الله تعالى، أنا المفروض أكون أغنى الناس وأحلى الناس، وينقلب أيضا العجب ده إيه لسخط والعياذ بالله تعالى. الأدواء متصلة بعضها ببعض، زي ايه الصفات المحبوبه الجميله متصله بعضها ببعض، بيجر بعضها بعض، خلاص. فيجب الامام الغزالي يقول ايه، كل داء من ال 53 ذكرهم في عجائب القلب والمهلكات، يقول لك ايه الداء ده شكله ايه، وصفه ايه، المعيار بتاعه ازاي تكتشف اذا كان عندك ولا لا، وبعدين تبتدي تعالج ذلك الداء. فده مطلوب ان الانسان يتعمق في هذا، خصوصا من اراد السلوك او الوصول، خلاص. فالسلوك ان هو يتعلم كده، يبتدي يكشف احوال القلب، يكشف على أحوال القلب. لكن كأن الإمام النووي وافق الغزالي في هذا الموضع، لكن في الإحياء ما وافقه، قال إيه إنه يجب عليه أن يتعلم آفات القلوب حتى لا يكون مصابا بها، وهكذا. وكذلك لا يلزمك، يعني إن أولا طبعا كان عندهم زمان مربين ومريدين، دلوقتي ما فيش لا متربي ولا متريد ولا مريد. فهنا ايه بيقول لك ايه، كان اي واحد يصاب بداء يروح للشيخ بتاعه يقول له، والشيخ عنده كشف ومكشف عليه على طول، ويقول له اعمل كذا، حتى يقول له اعمال ظاهره تؤدي الى تهذيب الباطن، ويكتفي بكده. كان في شيخ مربي، وكان في ايه ناس طالبين التربيه، لكن لا ده موجود الان ولا ده موجود، ربنا يجعلنا من الاثنين يا رب العالمين. فكان سهل ان هو يعالج نفسه، لكن هذا الان عدم في هذا الزمان. والإمام النووي يتكلم على من عنده صفاء نفس فلا يبحث. طب ومين اللي عنده حاسس أنه عنده صفاء نفس؟ ده لو هو حاسس أن عنده صفاء نفس يبقى ساقط، وده دليل على أنه مش سالك مظبوط، لازم نفسه يتهمها وهكذا، خلاص. وكذلك يبقى المهم برضو أن هذا العلم فيه تخصص دقيق جدا، وأنه يكتفي به بواحد من الأولياء الصالحين الكمل لإرشاد الناس، عامل زي علم التوحيد برضو وزي الفقه كما سيأتي، فيكتفى بوجود الكامل في ذلك العلم حتى يرشد الباقين ويعالجهم ويسلكهم على يديه. وكذلك لا يلزمك معرفة سائر أبواب الفقه من البيوع والإجارات والنكاح والطلاق والجنايات، إنما كل ذلك فرض على الكفاية. طيب يبقى دي إيه؟ إنه فرض الكفاية، لو وجد واحد مفتي يتصدى لهذا الأمر خلاص انتهى به الأمر.
فإن قلت هذا القدر من علم التوحيد هل يحصل بنظر الإنسان من غير معلم؟ فاعلم أن الأستاذ فاتح ومسهل، الله، والتحصيل معه أسهل وأروح في كل المجالات السابقة، هذا برضو في التوحيد وفي السلوك وفي الفقه. فإن قلت هل هذا القدر من علم التوحيد اللي هو القدر الذي يكون فرض عين، وأن ما زاد عنه فرض كفاية وليس لي أن أنشغل بفرض كفاية إلا إن كنت من أهل التخصص، هل يحصل بنظر الإنسان من غير معلم؟ فاعلم أن الأستاذ أي المعلم فاتح ومسهل، يفتح ما أغلق عليك ويسهل لك ما استصعب عليك، والتحصيل معه أسهل وأروح. أروح يعني فيه راحة، فيه استرواح وسهولة، والله تعالى بفضله يمتن على من يشاء من عباده، فيكون هو معلمهم سبحانه وتعالى، معلم المعلمين سبحانه وتعالى. ثم اعلم أن هذه العقبة التي هي عقبة العلم عقبة كؤود، يبقى قال لك ما تستغنيش عن الايه، عن الشيخ في اي من مواد الثلاث، سواء في التوحيد او في السلوك او في الفقه. فاعلم ان الاستاذ فاتح ومسهل، والتحصيل معه اسهل واروح، والله تعالى بفضله يمتن على من يشاء من عباده، فيكون هو سبحانه وتعالى معلمهم سبحانه وتعالى. أن الأصل في كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. وفي الثلاثة هنلاقي أن المطلوب كده، كل واحد كان في بداية طريق العلم كما ذكر الإمام السخوي في ترجمة السيوطي، كان له شيخ في الطريق وشيخ في العقيدة وشيخ في الفقه. فيقول وكان النووي أشعري العقيدة، وكان شافعي المذهب، وأخذ الطريق على يد الشيخ ياسين المراكشي، أخذ الطريق على يد ياسين المراكشي. كل واحد من العلماء كان كده ثلاثة، عشان كده وصل الحافظ ابن حجر كده، إنه كان كده عشان كده وصلوا ألموا بالعلوم كلها وربنا فتح عليهم. أما اللي يسلك كده من غير شيخ يضل ويضيع في الثلاثة دول. واحد لعب بيه الشيطان قال له انت ربنا مش هيقبل توبتك الا ان تاتي بفار ميت وتعلقه في عنقك ولا تتركه، عمل كده بطلت عبادته الصلاه كلها. ليه؟ لانه حامل لنجاسه غير معفو عنها، متعمد لذلك، وده شغل شياطين، بقى شيخه الشيطان. فمن لا شيخ له فالشيطان شيخه، الشيطان شيخ من لا شيخ له. فلازم يكون لك شيخ في هذا الى ان تصل بقى، يعني تعرف تقرا لوحدك وتبقى عرفت المفاتيح لوحدك، هو ممكن تمشي لوحدك، لكن غير كده ما عندكش اصلا، ما عندكش ما لا يسع طالب العلم في الثلاث مجالات جهل، ما عندكش خلاص. فلما يتوفر فيك الحد ده اللي هو ما لا يسع طالب العلم في الثلاث مجالات، في التوحيد والطريق وفي الفقه جهله، خلاص امشي لوحدك ماشي خلاص. لكن برضو لن تنفك عن ان تقع عندك معضله فترجع لشيخ اعلم منك، زي ما احنا بنرجع لمشايخنا بالظبط. ثم اعلم ان هذه العقبه التي هي عقبه العلم كؤود اي شديده، ولكن بها ينال المطلوب والمقصود. يعني لو حلتها تبقى ايه، حلت معظم المشاكل، معظم ما يعترضك من العقبات. نفعها كثير وقطعها شديد وخطرها عظيم، كم من عدل عنها فضل، وكم من سلكها فزل، وكم من تائه فيها متحير، وكم من حبر منقطع، وكم من سالك قطعها في مدة يسيرة وآخر متردد فيها 70 سنة، والأمر كله بيد الله عز وجل. أما نفعه فعلى ما ذكرنا من شدة الحاجة للعبد إليه وبناء أمر العبادة كله عليه، لا سيما علم التوحيد وعلم السر.
نشرح حتة ونقف عندها. ثم أعلم أن هذه العقبة التي هي عقبة العلم كؤود، أي شديدة صعبة غير سهلة في أنك تتجاوزها وتتعدى تلك العقبة، ولكن بها ينال المطلوب والمقصود. مع الجهد الكثير فيها ومعالجتها ينال إيه؟ المطلوب والمقصود معظمه. نفعها كثير وقطعها شديد، ها؟ وخطرها عظيم. كم من عدل عنها فضل، ترك العلم فضل، سواء في الفقه أو في الطريق أو في العقيدة، ترك العلم أحد العلوم دي فضل. وكم من سلكها فزل، سلك فيها ولكن لم يأخذ الطريق السوي فسقط، ها؟ ونزل، خصوصا في الطريق إلى الله اللي احنا نتكلم فيه، ها؟ نتكلم ان ايه الطريق مع الشيخ ومع العلم، مع الشيخ والعلم بيكون آمن وسهل الوصول، ومع غير العلم وغير الشيخ يسقط بقى، يضل فيه كتير ويهوي في مهاوي البدع والضلالات، وقد يصل به إلى الكفر والعياذ بالله تعالى في الثلاث مواد برضه، خلاص. وكم من سلكها أي بغير شيخ فزل، زلت قدمه فيها، وكم من تائه فيها متحير لأنه ما أخذش الشيخ الموجه له المرشد في الثلاث علوم برضه، وكم من حبر منقطع، خلاص. إنما ده كله من لله تعالى على عباده، محض المنة لله تعالى. الاثنين صح. حبر بمعنى ايه؟ انه لا يقف الا عندما انزله الله تعالى، مش يقدر يتعدى. حسير وحبر، في روايه حسير وروايه حبر. وكم من حبر منقطع، واحد ربنا قسم دي حاجه معينه، حبر وكل حاجه وصل، لكن ما منا الا له مقام معلوم وفوق كل ذي علم عليم، فلو حد ربنا هيوقف عنه لن يتجاوزه، وان كان حبر لكن فوق كل علم عليم، خلاص. هنشرح بقى. اصل هي حسير منقطع، حسير بمعنى ايه؟ ينقلب اليك البصر، وخسير حسير اي ضعيف، البصر ضعيف، فهنا حسير بمعنى ضعيف متلهف، ها، ومنقطع، كل واقف عند ايه؟ عند الحد الذي حده الله تعالى ولن يستطيع ان يتجاوزه، ها. وما منا الا له مقام معلوم وفوق كل ذي علم عليم، فده معنى ايه حسير؟ اي ضعيف له قسم معين لن يتجاوزه من قسم الله تعالى، لكن مأجور خلاص باجتهاده، وربنا يأجره ويرفعه. وكم من سالك قطعها، قطع ايه؟ عقبة العلم في مدة يسيرة، وآخر متردد فيها 70 سنة، وأيضا في العلم كده، حتى في علم الدين، علم ايه؟ الطريق إلى الله. فكما يقول مشايخنا في الطريق إلى الله تعالى، يفتح على رجل في لحظة ما لا يفتح على غيره في 30 سنة، ده قاعد بيجتهد 30 سنة ما وصلش للي اتفتح على التاني في لحظة. وتجد ذلك بالفعل في الواقع، تجد واحد كان من أهل البعد عن الله تعالى، وبعدين مرة واحدة ارتقى وسبق، خلاص ده قسم الله بقى، ماليش تدخل في تحصيله ده، إنما عليك أن تجتهد وليس عليك أن تدرك النجاح، خلاص. وكم من سالك قطعها في مدة يسيرة، أي سالك في الثلاث طرق طبعا، الإيمان والإحسان والإسلام، وآخر متردد فيها 70 سنة، يطلع وينزل وبعدين يمشي شوية وبعدين يقف، لكن ما وصلش للنهاية يعني، أو دخل في مراحل النهايات. والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى عز وجل. أما نفعه فعلى ما ذكرنا، أما نفعه فعلى ما ذكرنا، أيوة نفع العلم، على ما ذكرنا من شدة الحاجة
شدة الحاجة للعبد إليه، شدة حاجة العبد إليه، شدة الحاجة للعبد إليه، وبناء أمر العبادة كلها عليه، لا سيما علم التوحيد وعلم السر. فقد روي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام فقال: يا داود تعلم العلم النافع. فقال إلهي وما العلم النافع؟ فقال: أن تعرف جلالي وعظمتي وكبريائي وكمال قدرتي على كل شيء، فإن هذا الذي يقربك إلي. ونذكر الأدلة هذه المرة القادمة، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم. في أسئلة؟ واضح. طب الحمد لله. ما فيش خالص؟ طيب. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم، والحمد لله رب العالمين على ما من وأنعم وأبلى وابتلى وحفظ وأمد وأعان وعصم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا تفضل، عشان الساعة 7:30 يقول لك اغلق. غلق يا أبو. يلا. نعم نعم. لا يلزمك ايه؟ معرفة؟ معرفة السائر ابو الفخمة. سائر ابو الفخمة، قلنا ان ما تكلمنا عن تكلمنا ان ما انشغلت به فرض عين عليك، ما كنت ستخوض فيه فرض عين عليك. واحد مش بيحج ما عندوش مال، خلاص مش يجب عليه، لا يجب عليه تعلم الحج. فان بقى جاله المال وهيحج السنة دي يجب عليه فرض عين ان يتعلم احكام الحج، لكن قبل كده مش فرض عين. يعني اصل الان نحتاج الى هذا الذي يعني لابد لنا لكل الناس ان يعلم لكل السائر ابو الفخمة كذا. مش انت ده، انت طالب علم. انت طالب علم، جايز يكون في حقك ذلك، لكن ليس برضه على سبيل التعين، على سبيل فرض الكفايه، انك بتقوم باداء فرض الكفايه بالتعلم والتعليم. لكن غيرك من العوام لا يتوجع عليك الا لما يجي يتحقق عنده شرطه بس، وعليه عدم الشرط. يجب علم الشرط ان ايه، متى يجب علي الحج؟ اما اكون قادر وعندي مال كافي. ما يجب علي متى يجب علي زكاه؟ يبقى اما يكون عندي نصاب، يبقى لازم يتعلم نصاب الزكاه عشان يعرف شروطها. فاذا تكون عنده النصاب يبتدي يتعلم احكام الزكاه عشان يخرج، ولا الا هيضل ويمنع ومش هيخرج الزكاه. اما اذا ما عندوش اصلا، هو فقير، فلا يجب عليه يتعلم الا شيء واحد، حاجه اثنين ثلاثه فرع بس، اللي هي رؤوس مسائل اللي ينبني عليها الاحكام التي تجعل الوجوب قائما عليه. خلاص، بس تجعل الوجوب يتوجع عليه، زي نصاب الزكاه، المال الذي يستطيع ان يحج به، وهكذا. الصيام رمضان ما دخلش، لا يجب عليه تعلم احكام الصيام. دخل قرب رمضان وهو مكلف بالغ عاقل، اقول له خلاص تعلم احكام الصيام عشان ايه، ما تسقطش في الحرام وتترك الصيام، وهكذا. نعم. القاعده كل شيء يشاء فيه، كل ما وجب عليك عمله وجب عليك علمه، او الافضل كل ما تعين، عشان هي فرض عين. كل ما تعين عليك عمله تعين عليك علمه، وان العلم ياخذ حكم العمل. ففرض الكفايه يبقى علمه فرض كفايه، السنه يبقى علمها سنه، وهكذا. السلام سيدنا. كل ما تعين عليك فعله وجب عليك علمه. وجب عليك علمه، لا تعين عليك علمه، تعين عليك بقى فرض عين عليك، مش واجب بس، ده متعين. والقاعده العام اللي ايه، ان العلم ياخذ حكم العمل، العلم ياخذ حكم العمل، واضح؟ العلم لا ياخذ حكم العمل. الشخص اذا اراد ان يكون فقيها، هل يعني يجب عليه كل هذا؟ يجب عليه معرفه؟ ما قلنا طالب العلم زي احنا كده دول ناجين، بس يقدر يتعلم الى ايه، كما يقول الامام احمد: العلم من المهد الى اللحد، ويقولون العلم من المحبره الى المقبره. فده الناجي. ها، الطائفه الناجيه هي ايه؟ اهل العلم دول، اللي هو ايه، الدنيا ملعونه ما فيها
أننا لو أخذنا حديثا واحدا فعملنا به إلا أن نموت نجونا. حديث واحد: الدنيا ملعونة من علم ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالم المتعلم. اشتغل بالذكر والعلم والعمل والتفكر والتدبر تصبح من الأولين على طول. دخلت في إيه؟ في سلك الولاية. رايح الحمد لله أنتم سالكين. صلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.